طيب احنا كده خلصنا مرحلة الاسمبلي وعرفنا ازاي نعمل الاسمبلي وعملنا كذا اسمبلي. خلينا نثبت على الاسمبلي ده اللي هنشتغل عليه دلوقتي، وليكن مثلا الاسمبلي اللي هو واخد كام كتير ده همسكه كده، هو اسمه اسمبلي 2. تمام. طيب يبقى انا كل شغلي هيبقى على اسمبلي 2 دوت. خلي بالك ان الشكل ده كده كله اسمه اسمبلي، الحاجات اللي جوه الفرعية دي اسمها سب اسمبلي. طيب انا هروح جاي بقى خلاص، انا دلوقتي بقى عندي 3 حاجات او 3 فيوهات بتوعي. خلينا نعمل دايرة حوالين الاسمبلي ده كده عشان لو تاه نعرف نوصل له. طبعا انا عملت زوم اوت فالدنيا وقفت، يعني هو عشان الاسمبلي ده حاجة صغيرة جدا، فانت بتعمله يعني بتبقى عامل زوم ان اوي، فلما تيجي تعمل زوم اوت تلاقي الدنيا وقفت، فبتدوس امر اسمه ايه ار اي انتر، بيعمل زي ريجن او ريفريش للوحة اهو. طيب انا دلوقتي خلاص بقى عندي الالاينمنت، عندي البروفايل، عندي الاسمبلي، عايز اجمع ال3 فيوهات دول. يعني من الاخر انا بصيت من فوق، من قدام، من على الجنب، عايز اجمع ال3 فيوهات دول في حاجة واحدة. تمام. طيب هما بيتجمعوا في حاجة اسمها كوريدور. الكوريدور دوت اللي هو ايه، من الاخر هياخد الطريق يحط عليه الاسمبلي، ياخد ارتفاعه من البروفايل ويطلع لك حاجة كاملة. طيب الكوريدور ده هنعمله ازاي؟ قال لي اول حاجة ان انت بتروح للالاينمنت اللي انت عايز تعمل له الكوريدور بتاعك. قبل ما نعمل الخطوة دي، القائمتين دول خلاص بقى انا عملت بيهم اللي انا عايزه، هشيلهم. تمام. واجي هنا كده، انا والله عايز اعمل كود للكلام ده، تعال نفتح تو سبيس برضو، عايز اعمل كود للكلام دوت. فكل اللي هعمله ان انا هروح جاي كده ماسك الالاينمنت بتاعي واختار كلمة كود من على اليمين كده. تمام. هيقول لي طيب اسم الطريق ده ايه، هقول له او اسم الكوردو ايه، فاقول له سيبه يتسمى كوردو 1 عادي خالص. بعد كده تحت هيقول لي الالاينمنت دوت رود كام، فاقول له والله ده رود 1 اللي انت لسه مختاره. قال لي طب البروفايل بتاعه منين؟ في عندي 2، في حاجه اسمها فاينل جراوند، فاينل ديزاين وجراوند سيرفيس. هقول له لا، خد الارتفاع بتاع الفاينل ديزاين اللي احنا عملناه. الاسمبلي عندك كذا اسمبلي، خلي بالك لو دوست على العلامه الخضراء دي هيخليك تختاره من الايه، من الشاشة. طيب انا عارف والله ان الاسمبلي اللي انا اخترته اسمه اسمبلي 2. طيب اسمبلي 2 ده في اخره في كات وفيل، يعني بعد ما يخلص في كات هينزل او فيل. طيب الكات والفيل دول هينزلوا لغاية لما يوصلوا لايه، يعني ايه لغاية لما يوصلوا ايه، يعني التارجت سيرفيس او السيرفيس اللي هم عايزين يوصلوا له. السيرفيس ده اسمه ايه؟ فقول والله السيرفيس ده اسمه ايه، جراوند. انا عايزه يفضل نازل لغاية ما اوصل للجراوند او للارض الايه الطبيعي. طيب خلصت الكلام ده وهقول له ايه اوكي، هيروح جاي لك شاشة كده يقول لك والله انت اخترت الالاينمنت رود 1، البروفايل اللي اخترته بتاعه فاينل ديزاين واسمبلي 2، والستارت ستيشن كذا والاند ستيشن كذا. اقول له تمام يا عم اوكي. طيب هيقول لي انت متأكد ان انت خلاص اوكي عايز تعمل ريبيلد للكوريدور؟ اي حاجة هتعملها على الكوريدور تقلي بيظهر لك 2 كده حاجتين، يقول لك عايز تعمل ريبيلد للكوريدور اور مارك ذا كوريدور از اوت اوف داتا. يعني ايه بقى ريبيلد الكوريدور؟ ريبيلد الكوريدور يعني الاوبشن اللي انت عملتها او الطريقة اللي انت عملتها تروح ظاهرة على الشاشة عندك. طيب ميك ذا كوريدور اوت اوف داتا يعني التغييرات اللي انت عملتها هي اتسجلت بس مش هتظهر في الايه، في الشاشة عندك. فانا اقول له لا انا عايز اعمل ايه، طبعا ريبيلد للكود. هتلاقي تحت كده بيعمل حاجة اسمها موديلنج كود. موديلنج كود كأنه ايه، واخد الكود وعمال ايه يزود الاستيشن فيه ويعد فيه عشان يطلع لي الشكل الايه النهائي. طيب خلص، هتلاقي الشكل دوت هو اللي ظهر عندك. طيب ايه الشكل ده؟ ده شكل الطريق ايه بتاعك. طيب هتقول لي هو عمل ايه؟ من الاخر هو خد الاسمبلي بتاعك وحطه اللي هو الخطوط بنفسجي، فضل يحط الاسمبلي اسمبلي اسمبلي ووصل الخطوط بايه ببعض. طيب افهم ايه من الكوريدور دوت او عايز اشوف الدنيا فيه اعمل ايه؟ قال لي بص يا سيدي، اول حاجة اول حاجة
عايز اعرف فين الاماكن اللي فيها الحف وبدم، يعني ايه الاماكن اللي فيها الحف وبدم؟ قال لي بص يا سيدي، اي مكان لونه احمر فاعرف ان المكان اللي لونه احمر ده فيه حف، اي مكان لونه اخضر فيه بدم. بمعنى انا عندي حف في الحته ديت، وعندي حف في الحته دي، وعندي حف في الحته دي، وايه، وعندي شويه حف كده تاني في الحته دي. تمام. طيب عرفت منين ان هنا في حف وهنا في بدم؟ قال لي بص يا سيدي، هو من الاخر الكوريدور دوت بيعبر لك عن الاسمبلي بتاعك. طيب احنا اخترنا مثلا الاسمبلي ده. طيب لو انا في فيل، خلينا نعد كده النقط اللي المفروض تتعمل، اي نقطه هنا هتتحول في الكوريدور لخط. فانا عندي والله نقطه السنتر لاين، بعد كده نقطه بتاعه نهايه الجزيره كده نقطتين، بعد كده نقطه نهايه الانر شولدر كده 3 نقط، بعد كده نقطه نهايه الحارات كده 4 نقط، بعد كده نقطه الاوتر شولدر كده 5، وبعد كده بميل لغايه لما اوصل للارض الايه الطبيعيه، عشان معظم الفل اللي عندي هتلاقيه من 0 ل 3. تمام. يبقى انا عندي 1 2 3 4 5 6. تمام. طيب يبقى انا عندي كام نقطه؟ 6 نقط. لو انت رحت للكوريدور بتاعك كده في اي مكان فيه فل، وليكن حته زي ديت مثلا، ادي السنتر لاين نقطه 1 2 3 4 5 6 زي ما احنا عارفين. يعني ايه؟ هنا دي الجزيرة، هنا ده الانر شولدر، هنا دي الحارات، هنا ده الاوتر شولدر، هنا الميل اللي بميله لغاية لما اوصل للارض الايه الطبيعية. طيب دول في حالة الفل. طيب في حالة القط، قال لي في حالة القط بتزود حاجة، ايه هي اللي بنزوده؟ الديتش. طيب تعال نشوف برضو عدد النقط. تعالى كده في القط ادي عندي 1 2 3 4 5، وهي هي ديت دي 5، هي برضه نفس النقطة. بعد كده 6 7 8 9، يبقى أنا عندي كام إيه نقطة؟ 9. طيب تعال نروح للطريق بتاعي أو للكوردر بتاعي، هتلاقي فعلا أنت في الأول عندك جزيرة في الأول عندك الجزيرة، أدي نقطة 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى هما فعلا 9 إيه خطوط. طب 9 خطوط ليه؟ خليها واحدة واحدة. أنت عندك في الأول في الإيه الجزيرة، مشكلة الكودر إن الجهاز بيهنك فيه كتير، بالذات لما يبقى إيه الكودر تقيل شوية. فانت عندك ادي الجزيرة اهيت، بعد كده الانر شولدر، بعد كده اللينز بتاعتك الحارات اللي هي ديت، بعد كده في الاوتر شولدر اللي هي المسافة التانية ديت، بعد كده في لو زومت شوية كده هتلاقي دي المسافة اللي هي الميل اللي ما بين الخطين الداش دول او الخطين المنقطين ده الديتش، وبعد كده الميل لما انت بتقطع من الديتش، وبعد كده اللي ما بين الخطين الاحمر دول، دول الميل لما انت بتوصل للارض الطبيعيه او للكات اسلوب. فانت لازم تشيك ان الاسمبلي بتاعك فعلا هو متحقق هنا. طيب يبقى احنا كده شيكنا والله فعلا ده الاسمبلي بتاعي متحقق في الحته ايه دي. تمام. طيب خلي بالك ان انت لو زودت الحفر وبدم عن 3 متر المفروض تشوف الشكل التاني، اللي هو ان انا هميل بعد كده بير بعد كده هميل تاني والكلام دوت. طيب اشوفه ازاي؟ تعال نجرب كده. انا مثلا عايز ازود الحفر وبدم في حته معينه، وليكن في اول الطريق مثلا، انا هاجي كده واروح ماسك ده، اروح ماسك البروفايل دوت، واروح ماسك النقطه دي واقول له تعالى نعليها مثلا لغايه هنا. تمام. طيب كده انا زودت في الحته دي الردم عن 3 متر. حلو الكلام. طيب اي حاجه هتغيرها في البروفايل او في الاسمبلي هتلاقي الكوردر بتاعك في التول سبيس اتحط جنبي علامه ايه تعجب. ليه؟ بيقول لك خلي بالك انت غيرت حاجات، ايه اعمل ريبيلد ولا ايه؟ ف
فاقول له انا عايزك تعمل ريبيلد، فاروح دايس رايت كليك واقول له ايه ريبيلد. بعد ما عمل ريبيلد تعالى كده نشيك بقى، احنا في الحتة الأولانية ديت صح؟ بص كده في الحتة الأولانية دي ايه اللي حصل. ادي عندي السنتر لاين، بعد كده عندي الجزيرة الانر شولدر، الحارات الاوتر شولدر، بعد كده ميل لغاية الارض الطبيعية. طب برضو ما هي كده في غلطة، ايه هي الغلطة؟ ان هو ما عملش البيرم اللي هو ايه اللي هو فاكر الشكل دوت. خلينا نبص عليه. فين محمد؟ اللي هو الشكل ده، هو لو عامل الشكل ده المفروض يبقى فيه خطين جنب بعض اللي هما البيرم دوت، فهو ما عملوش. طب ما عملوش ليه؟ انا عندي حلين، لا اما انا مختار اسمبلي غلط، لا اما المسافة ديت لسه اقل من 3 متر، او الارتفاع ما بين الارض الطبيعية والطريق اقل من 3 متر. طيب تعالوا نروح نشوف كده البروفايل، هنا مش عارف ده الاليفيشن 64 وده 73، لا ده في فرق كبير اكبر من 3 متر. طب ممكن اكون مستخدم اسمبلي غلط، تعال نشيك. احنا الاسمبلي دوت بتاعنا اسمه اسمبلي داش ما بين قوسين ايه 2. طيب تعال نشيك بقى الكلام ده تمام معايا ولا لا. انا همسك الكود اهوت واقول له كود بروبرتيز على الشمال خالص. تمام، واروح داخل على حاجه اسمها بارامتر واقول له انت مستخدم اسمبلي ايه، لقيته ما بين قوسين حاطط لي اسمبلي 1، لا ده انا عايز اسمبلي اسمه اسمبلي 2. طيب خلاص مش مشكلة، هروح جاي كده على اسمبلي 1 دي داس عليها واقول له لا خلي بالك احنا عايزين نستخدم اسمبلي اسمه ايه 2، واقول له اوكي، واقول له اوكي تاني، واقول له ريبيلد الايه الكوفيد. طيب عمل ريبيلد للكوفيد، خلي بالك ان انت لما عملت ريبيلد للكوفيد في حاجة نسيت تعملها. ايه هي؟ بص يا سيدي، في حاجة اسمها تارجت. التارجت دوت بيتعمل مع الاسمبلي، فاكر لما قلنا تارجت سيرفيس انا هوصل للارض الطبيعيه، فانت لما غيرت الاسمبلي لازم تغير كمان التارجت معاها. طيب اغير التارجت معاها ازاي؟ من نفس القائمه اللي احنا عليها. هو خلي بالك هنا انزل لك فعلا اسمبلي جديد بس ما انزلكش الحرف والردم اللي موجود. طيب من نفس القائمه اللي احنا عملناها هقول له كود بروبرتيز تاني وهقول له هنا بارامتر في حاجة اسمها سيت اول تارجت، هاجي عند السيرفس واقول له ايه خلي بالك انت هتشتغل لغاية لما توصل للارض الايه الطبيعية، واقول له اوكي، واقول له اوكي، واقول له ريبيلد الكوريدور تاني. طيب بص كده الكوريدور خلص، لو انت ركزت فيه دي الحتة اللي احنا زودنا فيها الفيل اللي هي في الاول. خلينا نعمل زوم اوت كده، اللي هي الحتة اللي في الاول. بص الحتة في الاول هتلاقي بقت عاملة ازاي، زوم عليها كده. هنا الجزيرة، الانر شولدر، الحارات، الاوتر شولدر، بعد كده مايل ملت بميل لغاية ارتفاع ايه 3، لقيت ان الموضوع مش هيكمل، رحت عامل ايه بيرم اللي هو ما بين الخط الاخضر والخط البرتقاني ده، بعد كده ملت تاني، بعد كده رحت عامل بيرم، بعد كده ملت الارض الايه الطبيعية. عشان تتخيلها تعالى ناخد زي كروس سيكشن هنا. يعني سيبك ازاي هناخد الكروس سيكشن دلوقتي، كده كده هنعرف ازاي نعمله بعدين، بس انا عايز اوريها لك في الحتة دي بس عشان تبقى ايه متخيلها شوية. خليها دس، سيبك من الخطوات بتاعت الكود سيكشن دلوقتي خالص عشان كده كده احنا هنقولها من الاول تاني.
انا عايز بس اوريك الشكل العام وبعد كده نكمل. بص كده شكل القطاع بتاعه عامل ازاي. ادي الطريق اهوت، ادي الطريق الناحية التانية، بعد كده بروح نازل بميل، بعد كده بعمل بيرم نازل، اعمل بيرم نازل لغاية لما اوصل للارض الايه الطبيعية. حلو الكلام كده لغاية دلوقتي. طيب خلينا نمسح بقى الكروس سكشن دوت ده، وانت عايز تخليه يشتغل بالايه بالمنطق دوت. انا ممكن ما امسحش الكروس سكشن بس، طب تعالى نشوف لو هو في حالة القط هيبقى عامل ازاي. تعالى نشوف، هروح جاي كده عن الارض الطبيعية هي عند البروفايل واقول له بدل ما انت فوق قوي كده تعالى انزل تحت قوي كده. تمام، هيروح طبعا قايل لي ايه، هو منزلش اونست. طيب هيروح قايل لي ايه، طبعا انا محتاج ايه ريبيلد هنا قط اكتر من 3 متر، 4 متر 70 اهو. فاقول له تعالى يا عم اعمل ايه رايت كليك واقول له ايه ريبيلد. بعد ما عمل ريبيلد تعالى كده نبص بقى على شكل الحتة ديت بشكل الكروس سيكشن بتاعها. ادي الكروس سيكشن، قال لك المره دي انا تحت الارض الطبيعيه، الارض الطبيعيه اللي هو الخط الابيض اللي فوق ده. بعد ما الارض الطبيعيه خلصت بقى عامل الديتش بتاعه، وبعد كده طلع لغايه ما عمل فيرم وراح طالع ايه تاني. داش نفس الشكل اللي احنا كنا متخيلينه ان احنا بنعمله في الاسمبلي بتاعنا. تمام كده، حد عنده مشكله؟ طيب تعالى بقى نرجع البروفايل للشكل الأساسي بتاعنا، كان فاهم معايا بس نشوف شكل الكلام دوت عامل ازاي. هدا كده خلاص ورجعه للشكل الطبيعي بتاعه اللي هو كان فوق الأرض في حتة بسيطة بيه. طبعا اول ما بتعمل كود الجهاز بتاعك بيبتدي في مرحلة التقل شوية. تمام، طب اول طبعا ما غلطت عامل لي ايه علامة تعجب ايه هنا. خلي بالك ان انت اي تغيير في الاسمبلي برضو هيك نفس علامة التعجب، وبالذات لو انت غيرت في الحفر والردم او اي حاجة في الحفر والردم لازم قبل ما تعمل ريبيلد تعمل تارجت السيرفيس من جديد زي ما عملناه كده، عشان اي حاجة في تغيير الحفر والردم هتضرب لك الدنيا. طيب في حاجة كده في الكوردو اسمها فريكوانسي. ايه الفريكوانسي دي؟ هو من الاخر الكوردو عمل ايه، خد الكروس سكشن ده وابتدى يحطه على الايه على الطريق بتاعي اللي هو الخطوط البنفسجي دي. طيب الخطوط البنفسجي دي كل ما بتقرب من بعض، او اللي هي الكروس سكشن اللي بحطها او القطاع اللي انا بحطه على الطريق ده، وكل ما يقرب من بعض القطاعات اللي انا حاططها دي الدقة بتاعت الكروس الكوردو بتزيد، بس مع كده الايه الفايل بيتقل اكتر. طيب هي تمام ليه بتفيدني في الكيفات، بس ان انا بحاول ازودها عند الكيفات عشان ازود الدقة. طب ليه؟ قال لي بص يا سيدي، او احنا كده فتحنا بناجي الرسام بتاعنا اللي بنشرح عليه، قلنا انا عندي مثلا كيف اعمل كده. تمام، خدت خط هنا وخط ايه هنا، هيروح موصل لي الخطين دول كده. تمام، انا مش عايزهم كده، انا عايزهم ايه ياخدوا شكل الكيرف، هما كده مش هياخدوا شكل الكيرف، فعشان كده بضطر ان انا اخفي الكيرف ازود المسافات دي شويه. طيب اظبط الكلام ده ازاي؟ قال لي تعالى اول حاجه ندخل كده على الكوردوف بتاعنا واقول له كوردوف بروبرتيز، انا مش هعمل له ريبيلد بقى، هغير كل حاجه وفي الاخر اعمل ريبيلد ايه جماعي دي كله. كوردوف بروبرتيز، تمام، واروح جاي كده عند بارامتر اول واحد بقى خلاص هقول له ارجع بقى للاسمبلي بتاعك الاساسي اللي هو اسمبلي 1، وتعالى في السيت اول تارجت تعال نظبط لك التارجت من جديد جراوند. تمام، دي الحاجه الاولانيه اللي عايزين نعملها. تاني حاجه الفريكوانسي، في حاجه هنا اسمها سيت اول فريكوانسي، لو دخلت على سيت اول فريكوانسيز دي هتلاقي بيقول لك ايه،
بيقول لك ان هو على التانجنت كل 20 وعلى الكيرفات كل 20، فاقول له لا على التانجنت كل 20 وخليه على الكيرفات كل 10، ولونج سبايرال خليه برضه ايه كل 10. خلي بالك ان لو انت هتحط نقط على البرنامج او هتحط نقط على الكود بتاعك، فهو بيتحط عند الخطوط الماجنتا ديت او الخطوط البامبا ديت، تمام؟ طيب وهقول له اوكي، تمام، وهقول له اوكي، هيقول لي عايز تعمل ريبيلد، هقول له ايه اتفضل اعمل ريبيلد بتاعك. رجع للشكل الايه الاصلي بتاعه. طيب خلي بالك، تعال نشيل برضو الكروس سكشن دوت بقى، خلاص احنا كنا حاطينه عشان نشوف الدنيا بس. طيب خلي بالك بقى من شوية حاجات كده. تملي بعد ما تعمل الكود بتاعك، تملي شيك على اخر خط. في الاخر الكود بتاعك عندك حلين، يا اما بتلاقيه مظبوط كده، يا اما بتلاقي ان الخط البنفسجي ده طويل قوي، طويل كده شويه. طيب لو طويل شويه ايه علاجه؟ علاجه ان انت بتروح دايس على الكورد اوف بتاعك، هو هنا مظبوط عندي. طيب علاجه ان انت بتدوس على الكورد اوف بتاعك، بص هو الجهاز كل شويه يهنج عشان بيعمل اوتو سيف. طيب هقول لك كمان ازاي تلعب شوية. تدوس على الكود بروبرتيز بتاعك، في حاجة هنا كده اسمها اند ستيشن، تروح داخل عليها كده، مش تدوس عليها، لا تيجي عند الاند ستيشن ديت وتنزلها بدل بوينت 8.3 تخليها بوينت 8.2، تمام. المشكلة دي بتحصل مشكلة تقريبات، ان انت واخد لرقمين 20 ولا 3 ارقام 20، فعشان كده بتحصل لك المشكله دي. فلو حصلت لك على طول حلها بسيط جدا، ان انت بتروح ايه مقلل الاند ستيشن ديت ايه سنتي متر، حاجه قليله جدا يعني. طيب انا هنا مظبوط عندي، فخلاص مش هعمل فيها حاجه. انا كنت بقول لك بس الجهاز بيهنج عشان انت عشان مشغل الاوتو سيف. في السيف التاني نقفل الاوتو سيف على انه مهم طبعا، لو الحاجه ضربت اقفلها ازاي، اوبشن او بي انتر، وبتيجي عند open and save ديت، في حاجة اسمها automatic save اهيت، هتروح ايه شايلها، تمام. ده بالنسبة لحوار الفريكوانسي والكوردوف. خلي بالك حوار الفريكوانسي زي ما اتفقنا ان هو بيزيد عند الكيرفات بس عشان يظبط لك شكل الايه الكيرفات بتاعتك. هوريها لك حتى دلوقتي كده، لو انت زومت كده عند الكيفات هتلاقي ان عند الكيفات الخطوط الماجنتا ديت متقسطة اكتر او محطوطة بايه بنسبة ايه اكتر. بالنسبة لي كده انا عملت شكل الايه الكوريدور بتاعي. طيب الكوريدور بتاعي بيبقى ناقصه ايه؟ بيبقى ناقصه ان انت تحط له سيرفيس لي، تملي ده الطريق عايز اعمل له ايه سيرفيس او سطح. طب بعمل له سطح ليه؟ عشان بعد كده اما اجي احسب كميات الحفر وردم ايه منه. طيب دي اول حاجه ناقص له ايه كمان؟ ناقص له ان احنا نطلع قطاعات ليه، انا عايز اطلع ايه كروس سيكشن للكلام دوت. طيب اعمل سيرفيس ازاي للكوريدور بتاعي؟ كل اللي بعمله ان انا بروح مختار الكوريدور واقول له كوريدور بروبرتيز، واقول له انا عايز اعمل ايه سيرفيس. اول سؤال هساله لك، السيرفيس دوت انت عايزه منين؟ من التوب ولا من الداتم؟ طيب ايه الفرق بين السيرفيس من التوب وايه الفرق بين السيرفيس من الداتم؟ طيب السيرفيس من التوب، خلينا نفتح صورة كده، بص كده ده شكل القطاع العرضي. فاحنا يا اما هنعمل سيرفيس من اسفل الطريق كده، يا اما سيرفيس من سطح الطريق. طيب انا الطبيعي ان انا اعمل سيرفيس من سطح الطريق ولا من اسفل الطريق؟ الطبيعي ان احنا نعمله من اسفل الطريق. ليه؟ عشان كميات الحفر والردم لما بتتحسب دي كميه الردم الاحمر، فهي من الارض الطبيعيه لغايه السطح السفلي بتاع الايه الطريق، فعشان كده بعمل السيرفيس من اسفل الطريق. طيب بعمله ازاي؟ باجي هنا كده بقول له انا عايز اكريت نيو سيرفيس، السيرفيس دوت يكون من الداتم، واقول له اد، واقول له استخدمه،
واجي هنا اقول له خليه حتى في اللينكات من البوتوم لينك. ايه البوتوم لينك ديت؟ ان هو يعمل سيرف اسمه بيتم، وده لينك، فحتى في اللينك بستخدم ايه؟ من اسفل اللينك. هو سمك اللينك صفر اصلا، بس استخدمه من اسفل اللينك. خلصت الكلام ده وهقول له ايه؟ اوكي، واقول له ريبيلد الكود. طيب بعد ما عمل السيرفس، بص كده لو انت خدت بالك هتلاقي ده كده ايه السيرفس بتاعك اهوت اهو، تمام. طيب خلي بالك ان السيرفس بتاعك هتلاقي فيه مشاكل. يعني ايه فيه مشاكل؟ يعني لما تيجي كده عند الكيرفات هتلاقي ايه ان هو فاتح من عند الكيرف. ليه؟ هو مش عارف يقرا حدود الكيرف بتاعك، هو عمل مثلثات فخرج بره الكيرف بتاعك. فانا عايز اقول له لا، استخدم الاوتر باوندري بتاع الطريق بتاعي. فممكن اروح دايس على الكوريدور بتاعي هو التاني، واقول له كوريدور بروبرتيز، وادخل على السيرفس. موجود السيرفس عادي، في حاجه جنبيها اسمها باوندري، بروح دايس على الباوندري دي واقول له رايت كليك واقول له كوريدور اكستند از اوتر باوندري. يعني ايه؟ يعني السيرفس يوصل لغايه اوتر باوندري او السطح الخارجي للايه، للكوريدور، ما يمتدش بعد الكلام دوت. واقول له ايه؟ اوكي، واقول له ريفيلد الكوريدور بتاعك. هتلاقي بص ايه اللي حصل، السيرفس اللي حصل له بقى ماشي على الحدود ايه بالظبط، تمام. في مشكلة في الكلام دوت؟ ده لو انا عايز السيرفس يمشي مع الكلام ده بالظبط. طيب انا كده بقى عندي ايه، سطحين، سطح الارض الطبيعية وسطح بتاع الطريق. اقدر عن طريق الكلام ده ايه احسب كميات الحفر والرد، وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله المرة اللي الجاية.